خلينا نروح بقى لمجموعه الجواز الفرديه دي. عايز بقى الكاميرا تركز معايا كده عشان في كلام جامد قوي قوي. ده ايه ده بقى؟ ده كان عشان ده وومن فولي بول شامبيون شيب 2021. دي اللي احنا عشان كسبنا الدوري فدخلنا الـ NCAA، فدي جايزه از ان احنا بارتيسيبنت يعني في البطوله. انتوا كواليفايد للـ NCAA بالظبط. دي ما بياخدهاش غير اللي راح الدوري. اللي هو انتوا عندكم في يعني في الدوري بتاعكم كام؟ اهي NCAA مكتوب عليها يا جماعه على الشاشه، وعايز اوريكم ظهرها مكتوب عليها، الظهر مكتوب عليها 2021 وومنز فولي بول شامبيون شيب، ومكتوب كاركتر، ومكتوب ليرنينج، ومكتوب بالانس، ومكتوب سبيريت، ومكتوب كوميونتي، ومكتوب فير بلاي. ايه ده؟ انا عايز اقول لكم اللي مكتوب في ظهر الميداليه ايه. مكتوب فير بلاي يعني اللعب العادل، او اللعب الكاركتر يعني الشخصيه، مكتوب ليرنينج ان انت تتعلم، مكتوب بالانس يعني الاتزان، مكتوب سبيريت يعني الروح، مكتوب كوميونتي يعني المجموعه او الجماعه او يعني المجموعه كلها، يعني كاتبين عناصر الفوز. لازم تكون كل دي من وجهه نظر الـ NCAA. الفرقه اللي بتتاهل للدوري بتبقى فيها او بتبقى هي فيها الشخصيات دي، صح؟ صح. ايه رايك؟ فهمتك الدنيا ازاي؟ طيب دي خدتوها انتوا لما اتاهلتوا. دي السنه 2021 اللي احنا فيها. السنه دي. طب السنه بقى اللي هي 2021 22 عاملين ايه؟ لسه بقى. لسه لسه هنبتدي سنه جديده لسه. طب لا انا عايز الكاميرا تفضل معايا يا جماعه. خلاص دي رحنا NCAA ومش اي لعيب بياخدها. هنروح بقى ليه الجائزه الثانيه اللي خدتها دي حاجه فرديه. معلش برضو نشوفها على الشاشه وهتقول لنا سهيله ايه قصه الموضوع ده. طيب دي ايه دي بقى سهيله؟ دي جائزه احسن ارسال في الدوري. في الدوري انت بتلعبي فيه؟ الدوري اللي هو كام فرقه برضو تاني؟ معلش 40 فرقه. 40 فرقه. اللي لعبتوا بتلعبوها رايح جاي؟ رايح جاي. دي خدت فيه احسن معده. احسن معده واحسن ارسال. طب ال 40 فرقه دول من كام ولايه؟ من كتير قوي. كتير. كتير. ها؟ يعني انتوا مش طب قوي. في كام دوري من ده؟ تقريبا الولايه فيها فرقه او فرقتين ماكسيمم. طيب الدوري الامريكي فيها كام دوري من ده؟ هو دوري، هو في اربع دوريات بالظبط. في ديفيجن 1، ديفيجن 2، ديفيجن 3، وفي دوري تاني غير الـ NCAA. NCAA بالظبط. طيب دي بقى دي الجائزه الثانيه احسن معده في دوري انت فيه على 40 جامعه يا جماعه. طيب ناخد بقى الجائزه الثانيه بس دي اكبر شويه من دي. دي عشان احسن بصيره بقى. احسن بصيره. يعني دي احسن ارسال. دي احسن ارسال. البصير شايفينه احسن. فخلوها دي اكبر. يعني انتوا لو شفتوا يا جماعه الفرق، احسن ارسال اصغر شويه. معلش يا جماعه نجيبها. اصغر ارسال اهي، ودي احسن معده. فهم شايفين ان الاعداد الاسيست اللي بتعمله سهيله تستحق تكون اكبر. كل حاجه وليها رمز على فكره. طيب قولي لي بقى قصه دي ايه؟ دي قصه طويله قوي. لا احكي لي بقى. دي كانت دي مبدئيا انا احنا جالنا كوفيد في فرقتنا. فقعدنا 3 ماتشات ما بنلعبش. بعد ما انا كنت في ليد في الاسيست نزلت الثانيه علشان بقى لنا 3 ماتشات ما بنلعبش. بالظبط. تلعبوش. فضلت الثانيه لحد الاخر خالص لحد ما وصلنا للفاينل. فاينل. لعبت بقى اللي هي الاولى اللي كانت ضدي. بتنافسك. انت بتخلص الماتش وتشوف الاحصائيات والسكاوتنج والستاتس على طول على الانترنت. فانتوا شايفين بعض. انت عارفه مين اللي بتنافسك على طول. جنسيتها ايه هي؟ امريكيه. امريكيه. وهي كويسه قوي والضريبه اللي معاها كويسين قوي. والفاينل بتاعنا كان صعب قوي. يعني كومبيتيشن برضه. احنا كسبنا الفاينل بتاعنا. احنا كان عندنا ماتشين مهمين قوي، رايت ستيت وفرقه اللي هي الفاينل دي. تمام. رايت ستيت احنا كسبناه على ملعبه. دي الفرقه اللي احنا خسرنا منها من الفاينل السنه اللي فاتت. السنه اللي اول ما رحتي كسبناهم 19 17 على ملعبه. ده الماتش الخامس. الماتش الجيم 3-2. دي الجامعه كانت مقفوله. ها مقفوله مقفوله. بنلعب على ملعبهم بقى وفي جماهير والناس كلها عماله تتفرج وما بيشجعوش غيرهم. طبعا ما هي ملعبهم. بالظبط. احنا يعني كسبنا الماتش ده. انا اخدت اعلى نسبه اسيست. كنت جايبه 62 اسيست. دي حاجه ما حصلتش في تاريخ الدوري اصلا. فدي كنت مبسوطه منها قوي. اللي قصادك اللي قصادي كانت جايبه 50. انت جايبه 12 اسيست. هو ده اللي عمل الفرق. هو ده اللي ابتدى يعمل فرق بقى. بس حلو ان الكومبيتيشن اخر مباراه هي بقى اللي بعديها. يعني الماتش ده ادائي فيه هو اللي هيخليني اخد. بالظبط. فده كان عايز اتزان. بالظبط. وعايز ثبات انفعالي وعايز اداء. بالظبط. تلاقيكي يوميها ما نمتيش بالليل. مش خالص. طب هي كانت المسافه بين الولايه دي والولايه دي قد ايه؟ 7 ساعات. طب
طيران رحتوا ولا باص؟ رحنا طيران. طيران. سبع ساعات طيران؟ لا مش سبع ساعات طيران. ده بره امريكا. ساعتين طيران. سبع ساعات بالعربيه، بتبقى اكيد بالعربيه ساعه ونص ساعتين الا ربع. بالظبط. زي شرم والغردقه كده بنروح لها.